اهلا وسهلا بيكم في قناة مواهب ابتكار، والنهاردة معانا حاجة لذيذة كل الناس بتحبها خصوصا الاطفال. طبعا معانا النهاردة وصفة الكاتشب، والكاتشب طبعا مفيد للدول لان احنا كمسيحيين صايمين واخواتنا المسلمين كمان صايمين، فبيبلع وجميل سواء على الفطار او على السحور ومعانا احنا كمان. بصي البطاطسايه مش عايزه اقولك وانا بحطها كده دايبه والريحه والطعم تحفه، والقوطه كمان رخيصه اليومين دول. انا جايبه دول 3 كيلو بس مش هاخد منهم غير كيلو. معانا هناخد معلقه ملح صغيره، نص كوبايه خل، نص كوبايه سكر، 3 معالق من الصلصه، و3 معالق نشا بس في الاخر، ومعانا بابريكا وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر. يلا نبدا مع بعض خطوة بخطوة كده. هنبدأ مع بعض. أول حاجة هنقطع القوطة 4 أرباع، أو طبعا الناس بتقول عليها الطماطم، وبإخواتنا اللبنانيين بيقولوا بندورة. احنا هنا هنقطع القوطة 4 أرباع ونخلص تقطيعها ونرجع لكم. هنا خلصت تقطيعها، بصي القوطة كلها حمرة، بس ده ما يمنعش ان انا بضيف لها بابريكا. هنا حطيت شوية مية صغيرين، حوالي كوباية مية كوباية شاي، وهقيد عليها لغاية لما القوطة تستوي كويس، يعني تاخد حوالي 10 دقايق منك على النار لو انت معلية النار زي كده اهو. بصي كده بدأت خلاص اهي تستوي، مش عايزاها تتقل اوي لان لسه هنحطها على النار تاني. بعد كده هتاخدي القوطة بعد 10 دقايق ربع ساعة بالكتير على النار، وتحطيها في الخلاط وتضربيها كويس جدا. لازم القوطة تتضرب، وخدوا بالكم هنا هنصفي القوطة زي ما هنشوف مع بعض، لان القشر بتاع القوطة دوت لازم يتشال، والبذر بتاعها لازم يتشال. عشان الكاتشب لازم تكوني مصفياله القوطة كويس، لازم يكون البذر والقشر بتاع القوطة متشال خالص علشان يديكي الملمس بتاع بره زي هاينز او اي كاتشب انت بتجيبيه. فالتصفية القوطة اساس الموضوع. هنا صفيناها، بصي بقى فرق الشكل ازاي، دي التصفية اللي طالعة منها متسكرش من كيلو القوطة، لكن موجودها هيبقى مضر جدا، لكن لما تشيليها تبقى جميلة خالص. هقيد على الكيلو قوطة اللي انا صفيته بعد طبعا ما غليناه، ونبتدي نضيف الاضافات بتاعتنا. هنضيف ادي نص كوباية سكر، معانا كمان بنفضي نص كوباية خل اهو، قلبي بقى كويس. ومعانا كمان الفلفل الاسمر والبابريكا والثوم والبصل البودر، وادي كمان 3 معالق صلصة علشان تشوفيه احمر زي ما شفتي طبق الكاتشب في اول الفيديو. البابريكا مع الصلصة مش عايزة اقولك بتخلي اللون جميل جدا، مهما كانت القوطة حمرة لما بتضيفيهم بيدوا لون جميل. هنا كمان معانا نص معلقة ملح، ونقلب كل المكونات دي كويس. وهنسيب الطماطم على النار من ربع لتلت ساعة، وممكن اكتر على حسب طبعا بوتاجازك، والنار لازم تكون متوسطة. هنا بقى بصي اللون بقى جميل ازاي والشكل عامل ازاي. دوبت 3 معالق نشا، وببتدي احطهم طبعا ده علشان يديني القوام المطلوب للكاتشب. بصي القوام عامل ازاي واللون مش عايزه اقولك، والفلفل الاسمر بيديله ريحه وطعم عسل، بصي لونه احمر وجميل ازاي. طبعا اكيد ليه فوائد. بعد كده بقى بنضيف معلقتين زيت. ليه معلقتين زيت؟ عشان يديكي اللمعه بتاعه الكاتشب اللي بره. معلقتين الزيت بيخلوه بيلمع وشكله جميل، وده برضو بيزود من لونه الحلو. بصي الاحمر احمر وبيلمع خالص وجميل، والطعم حكاية. طبعا تخزينه هيبقى في ازازة، لو عندك ازاز كاتشب قديمة بتخزنيه، فبس لازم يكون الازازة ناشفة تماما عشان ما يحمضش معاكي، وتحطيه في التلاجة وبألف هنا وشفا.